السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مع فيديو جديد من قناتكم عالم الكمبيوتر والبرامج. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. في الفيديو بتاع النهاردة بإذن الله هعلمك حاجة كتير مهمة، هي ازاي تحسن من كفاءة الرامات اللي موجودة على جهاز الكمبيوتر بتاعك وتعمل لها عملية تنظيف وتحسن من أدائها ومن كفاءتها، فده هيأثر بالتالي على جهاز الكمبيوتر بتاعك ويخليه أسرع. لو انت حابب تعرف هنعمل ده مع بعض ازاي، تابع معايا الفيديو للنهاية. الخطوة الأولانية اللي احنا هنعملها ان احنا نفتح مع بعض المتصفح بتاعنا، تمام كده، ونضع فيه الرابط ده. ان شاء الله هترك لك الرابط ده في قلب صندوق الوصف، بعد كده نضغط على انتر، هيفتح معانا الرابط بالصورة ديت، فتظهر معانا الأداة ديت. الأداة دي طبعا أداة مجانية لتنظيف الرامة بتاع جهاز الكمبيوتر بتاعك وتحسين أداء الجهاز وإن احنا نخليه أسرع. نضغط على داونلود، هننتظر طبعا لحديث ما عملية التحميل تبدأ معانا، هي لحظات بسيطة. إذا حضرتك عملية التحميل ما ظهرتش، هي طبعا هنا ظهرت عندي أنا، تبدأ تضغط على اللي هو ستارت داونلود، ده لو ما ظهرش معاك، لكن هي إن شاء الله هتظهر معاك. زي ما حضرتك شايف كده ظهرت معايا الأداة دي، مساحتها بالظبط حوالي 5 ميجا. هبدأ عملية التحميل، هتتحمل معايا على طول لأن مساحتها صغيرة. هنتظر طبعا لحديث ما تنتهي عملية التحميل، وبعد كده أوري لحضرتك ازاي هنسطبها وازاي هنستخدمها على جهاز الكمبيوتر بتاعنا. بعد انتهاء عملية التحميل هدخل اجيبها طبعا من المكان اللي هي نزلت فيه، تمام، اللي هي التنزيلات اللي هي البروجرام. هدخل اخدها بره على سطح المكتب، اخدها قص احطها على سطح المكتب عشان اوري لحضرتك اللي انا هعمله. تمام، هي دي الاداة. هبدأ اعمل لها عملية سطاب عادي، هضغط عليها ضغطتين، هبدأ أقول له نعم، هقول له أوافق، والتالي والتالي وتثبيت. تمام كده، هبدأ أشيل علامة الصح اللي موجودة على الخيار الأولاني وأقول له إنهاء، أقول له نعم، هي هتشتغل على طول تلقائي. زي ما حضرتك شايف كده هي ظهرت معايا بالصورة ديت، وفي نفس الوقت ليها أيقونة على سطح المكتب، وفي كمان أيقونة موجودة جنب الساعة أهي. تمام كده، طيب زي ما حضرتك شايف كده انا الرامات اللي موجودة على جهاز الكمبيوتر بتاعي 6، يعني الرامات اللي موجودة على جهاز الكمبيوتر الفعلي 6 جيجا. طيب هي دلوقتي انا مستهلك منها 62، طب انا عايز دلوقتي اعمل عملية تحسين للرامات اللي موجودة على جهاز الكمبيوتر، اعمل لها عملية تنظيف وفي نفس الوقت ازود كفاءتها واسرع جهاز الكمبيوتر بتاعي، كل اللي حضرتك هتعمله تضغط على تحسين وتنتظر. زي ما حضرتك شايف كده هتلاقي معدل استهلاك الرامات قل بالظبط حوالي اكتر من 22 او 25، يعني قللناه من كان حاجه و60 نزلتها تقريبا للنص. لو عايز اتاكد ان الاداه دي فعاله وان الكلام بتاعها ده سليم وصحيح، هفتح اللي هو مدير المهام، تمام كده، واقول له نعم، واشوف استهلاك الرامات فعليا زي ما الاداه مدهوني ولا في خطا يعني. بص حضرتك هي هنا ظاهره عندي 39، لو بصيت هنا على الذاكره الاقيها الاستهلاك بتاعها 39، يعني معنى كده ان هي اداه فعاله جدا في تقليل استهلاك الرامات. طيب لو انت حابب تظهر العديد من الاعدادات بقى الاعدادات بتاعتها، تضغط على اللي هو الترس ده هيظهر معاك اللي هي باقي الاعدادات دي. طبعا تشغيل الى جوار الساعه، يعني تبقى موجوده هنا بجوار الساعه زي ما حضرتك شايف، تمام كده. هنا بقى لو انت عايز تشغلها مع بيد تشغيل النظام بتاعك عشان هي اوتوماتيك تقلل من استهلاك الرامات وتعمل لك عمليه تنظيف تلقائي بدون ما انت تتدخل، تمام كده. هنا طبعا انت تعمل عمليه تشييك لو كان في نسخه احدث، طبعا الاداه دي اداه مجانيه انت مش بتدفع فيها فلوس، تمام كده. هنا لو انا عايز اخلي دارك مود، يعني اخليها تظهر باللي هو اللون الاسود، تمام. هنا في حاجه جميله جدا ان هي تمكن حاجه اسمها التحسين التلقائي، يعني اول ما استهلاك الرامات بتاعك يعدي 2 جيجا هي تبدا تعمل عمليه تحسين تلقائي. في خيار تاني ان انت تعمل الموضوع ده مثلا كل وقت معين، يعني هنا بدايه من 3 دقائق لحديت 45 دقيقه فما فوق لحديت 5 ساعات، يعني ممكن تعملها بوقت معين، يعني مثلا كل 5 دقائق، كل ساعه، كل ساعتين، معاك اقصى حاجه لحديت 5 ساعات. ولو انا كنت بفضل ان هو انت تخليه على الخيار اللي هو الاولاني ده، ان هي اول ما تستهلك كم معين من الرامات اللي موجودة على جهاز الكمبيوتر بتاعك تبدأ هي عملية التحسين الفعلي. في ميزة تانية برضو موجودة في الاداة ان هي بتدعم اللغة العربية،
بتدعم العديد من اللغات زي ما حضرتك شايف كده، في عديد من اللغات تمام، من ضمنهم اللغة العربية. فطبعا حضرتك خليها على اللغة العربية عشان انت تقدر تستخدمها ببساطة. طيب في ميزة جميلة جدا برضو في الأداة، إن أنا لو ضغطت على الخيار ده هوت هبدأ أعمل تفريغ للرامات، يعني لو كان رامات عليها بيانات أنا مش محتاجها هتختار تعمل إمبيتي تمام كده، وتضغط على تحسين فهي تبدأ تعمل لك تحسين للرامات. لاحظ حضرتك هي شغالة أهي، بقت 36. بص حضرتك هنا بقت 36، يعني الأداة فعلا زي بتقرا الإعداد بتاع الجهاز وبتحسنه. يعني كان قبل كده أول ما بدأنا الأداة كانت 62، دلوقتي نزلته لي ل 37، يعني أنا عملت فعلا استفادة عظيمة بيها، نزلتها للنص، يعني كده الجهاز بتاعك هيبقى أسرع، ونظفت الرامات وخليت استجابته للبرامج والأوامر أسرع. في اختيار تاني إن أنا أعمل عملية ترتيب للملفات اللي موجودة على الرامة. لو اخترت الخيار ده وضغطت انا هنتظر، طبعا الخيار ده بياخد معايا وقت شوية، فانا هنتظر الحديث ما يتم هذا الموضوع، بس هيفرق معاك كتير ان هو بينظم البيانات اللي موجودة على الرامة، فده بيديك سرعة وكفاءة اعلى في استخدام جهاز الكمبيوتر بتاعك. طبعا الاداء اداء جميلة جدا، بتحسن من اداء الجهاز بتاعك وبتسرعه تمام، وفي نفس الوقت ما بتحسش ان الجهاز بتاعك تقيل، لان هي بتعمل عملية تنظيف، تعمل عملية تسريع، هي بتنظم الملفات اللي موجودة على الرامة بتاعتك بدون اي تدخل منك، لما انت تظبط الاعدادات بتاعتها ان هي تشتغل مع النظام زي ما حضرتك اللي هو الخيار الايه الاول ده. طبعا بكده الفيديو بتاعنا النهاردة يكون انتهى. ان شاء الله هترك لك اللي هو رابط تحميل الاداة المجانية ديت في صندوق وصف الفيديو. طبعا لو الفيديو عجبك واستفدت منه ما تنساش طبعا من اللايك والشير والاشتراك في القناة، لان ده بيدعمنا كتير وبيخلينا نقدم لك كل ما هو جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.